مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبعده لبنان عم بيواجه فيروس الكورونا، واليوم صرنا عم نلاحظ انه في اهتمام على صعيد اكثر بالدوله من ناحيه التعقيم المراكز وكل الاماكن يلي ممكن يتواجد فيها مواطنين، وبالتالي اليوم الوقايه هي خير من امطار علاج، وايضا كل هالتدابير يلي عم تتخذ كلها هيدي بتساهم في التخفيف من انتشار هذا الفيروس. بدايه مع المعلومه، وزير الزراعة عباس مرتضى أصدر قرار حمل الرقم 156/1 يقضي بتحديد سعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازة ب 1350 ليرة لبنانية واصل إلى المعمل، بيتضمن ضمنا بدل نقل وتبريد بحيث لا يتعدى 75 ليرة لبنانية، ولتر الحليب الطازة ب 1390 ليرة لبنانية بيتضمن ضمنا بدل نقل وتبريد الحليب بحيث ما بيتعدى 750 ليرة لبنانية. وأوضح وزير الزراعة أنه اتخذ هذا القرار بناء على ضرورات المصلحة العامة وحماية لمنتجي الحليب وللإنتاج الوطني. كمان بحب ذكر بإعلان وزارة الطاقة والمياه عن بدل السعر العادل لتعريفات مولدات الكهرباء الخاصة عن شهر شباط، وهو 423 ليرة لبنانية عن كل كيلوات ساعة للمشتركين بالعدادات قدرة 5 أمبير، طبعا بيزاد عليها 15000 ليرة لبنانية مع المقطوعية الشهرية عن كل كيلوات ساعة، أما قدرة 10 أمبير بنزيد عليها 23000 ليرة لبنانية مع المقطوعية الشهرية مضروبة ب 423 ليرة لبنانية، وكل ما يتعدى قدرة 15 أمبير بنزيد عليها 30000 ليرة لبنانية مع المقطوعية الشهرية عن كل كيلوات ساعة، إضافة إلى 5000 ليرة على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافة. بمتابعتنا لليوم، بداية نحن لاتصال مباشر بمدير عام الطرق والمباني المهندس طانوس بولوس، يعطيك العافية. الله يعافيك. بموضوع إشارات اللي بتدل على القرى والبلدات، نحن وردنا اتصال الأسبوع الماضي أنه اللي جاي من جبال او من شمال بده يطلع على حريسة ما عم بيشوفوا إشارة اي طريق بيطلعوا فيها على حريسة، هل هي من مسؤوليات وزارة الأشغال العامة وهل صحيح ما في إشارة؟ لا، مفروض هم إشارات الدلالة يكونوا موجودين على جسر اللي موجود على جسر فؤاد شهاب قدام. نعم. بيجوني هونيك وبكل المفاصل الموجودة فيها مداخل الأقضية ومداخل الطرقات الرئيسية المفروض يكون في اشاره كبيره، ونحن حاطينهم موجودين على الاوتوستراد قبل وزاره الاشغال، كل الاشارات الدلاله الموجوده اللي بتدل على المناطق يلي بتسلكها بيسلكوها المواطنين اللي بيطلعوا على مداخل القرط الاقضيه. نعم. ومداخل المناطق الجبليه وكل المناطق يلي هي مصنفه الطرقات المصنفه، ومفروض هذه اللي عم ينحكى عنها انه الارمل الكبيره اشارات الدلاله اللي بتدل على الضيعة او الكرة الموجودين هون تكون موجوده، وهي موجوده على جسر فؤاد شهاب. لكن لازم نقلها اللي اتصلت فينا بدها تنتبه على جسر فؤاد الشهيب محطوطه بشكل واضح. ايه انا هلا هو ما انه يعني نحن عاده المهم ما تكون مغطيه مثلا بشي عمود بشي شجره بشي ما فينا نحط على كل طريق مثلا هون انتبه المدخل هيدي ومدخل ايه صحيح. لانه هاي ترجع للبلديات هن بيحددوا ضمن نطاق البلدي. نعم. الطرقات والمداخل اللي هن والمخارج لكل منطقه موجودين فيها، بس عاده بنحط بكل منطقة بكل مدخل طريق رئيسية أسماء الضيع والكرة يلي هي بتسلك هيدي الطريق وهي اتجاهها بهيدا بيكون مدخلها على هيدا الطريق. نعم. عندي سؤال تاني، هل بدأتوا بترميم الحفر على الطرقات؟ يعني في مشروع صيانة الطرق ولا لا؟ لأنه عندي جورتين كبار عم بيقولوا لي بأنطلياس حد بتركيت الأرمل، ما بعرف إذا انتبهتوا لهم أو عارفين شيء. إيه عم نعالجهم هولي، بس نحن المشروع الكبير اللي هو بدنا نعمله لترميم الاوتوستراد الدولي والاوتوستراديات كلها والطرقات الرئيسيه ما بلشنا فيه لانه في ظروف هلا يعني اقتصاديه وماليه متعثره شوي، لنشوف انه كيف بدنا نوجد لها حل للظروف اللي نحن موجودين فيها،
بس باشياء اللي لها علاقه بالسلامه العامه الطارئه مثل بعض الجوار يلي بتشكل خطر عم نحاول نعملها بالطريقه المناسبه. انا بشرك مدير عام وزاره الطرق ووزاره الاشغال والطرق المهندس طانوس بولس، بتابع بالمتابعات كثير. وردني اتصالات امبارح والاسبوع الماضي من مواطنين مأجرين الام تي سي ومأجرين الالفا، طبعا الانترنت تبعهم بالقرى والبلدات، وبيعتشوا يمكن من هذا الاجار اللي بعد ما اندفع من اكثر من 3 اشهر. نحن اليوم باتصال مع وزاره الاتصالات، اللي عرفته انه بده ينعقد جمعيه عموميه، دائما هيدي بتنعمل هالجمعيه عموميه وهي يلي بتحدد الوقت والمبلغ واكيد تاريخ الدفع. اللي عرفته انه الوزاره اليوم عم تشتغل على عده ملفات ومنها هذا الملف، ان شاء الله بتنعقد قريبا جمعيه عموميه للام تي سي وللالفا وبيندفعوا هالمبالغ. اتصالاتكم مشاهدين على 0444444 اكيد بانتظار اتصالاتكم. باخذ اول اتصال لليوم. الو. الو. اهلا. بونجور. اهلا. معك استاذ جورج منصور. ايه اهلا استاذ جورج، اهلا تفضل. مستر بك عليك اكبر تحيه بعيه من سهل بقى سهل. شكرا. حلو اليوم. شكرا. مثل ما بتعرفي البقى هو اهراءات لبنان كله سوا. نعم. ونحن بهمنا وبنقدم يعني برنامجك الحلو يلي دائما عم يضوي على هموم الناس وعلى مشاكل الناس. نعم. نحن بالبقى انا عم طلع على المزراجيه كثير عم يتألموا بالبقى. 2% عم يزرعوا بدون ما يتدينوا و 98% عم يزرعوا بالدين تيزرعوا. نعم. وهلا في عندنا مشكله تعويضات الموسم الماضي اقرتهم الموازنه واقروا مجلس الحبوب وكل شيء مشي الحال. بعد في امضى من ساعه الوزير راؤول نعمي وزير الاقتصاد والتجاره، هيدي تعويضات زراعه القمح والشعير؟ والشعير نعم تبع السنه الماضي. نعم. وبالفعل المزارعين عم يتعذبوا كثير 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 وناطرين هالفرج من الله لحتى يقدروا يكملوا يعني شغلهم. اقله لا يامنوا للموسم الحالي. ما هيك؟ الموسم الحالي نعم. واكيد بتعرفي انه يعني ما زال كل شيء اقرته الموازنه ومضي عليه الوزير اللي قبله بكل شيء وحتى وزير الماليه يعني كل الامور الاداريه متخصصه بكفي بس توقيع الوزير حتى يصير قيد التطبيق. مضبوط هذا الحقيقه. نحن رح نتابعها مع وزير الاقتصاد راؤول نعمي لنشوف ليه التاخير واي متى يفرج عنا ان شاء الله يا رب. وبالفعل يعني هذه صرخه باسم المزارعين يلي عم يتعذبوا كثير. يا ريت تفرجوا عن البقى هو يعني وخصوصا اليوم بهالازمه البقى هو صحيح صار محط انظار لبنان كله يمكن سوري غزينا كلنا بالاذى 100%. على كل حال انا بشكرك اهلا وسهلا فيك وان شاء الله بنوصل صوتهم لمعالي وزير الاقتصاد والتجاره لنشوف اي متى سيوقع وبصير قيد الدفع. اهلا وسهلا فيك. باخذ اتصال ثاني. الو. 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 تفضل. تفضل مسيو. مسيو عم تسمعني على التلفزيون؟ تفضل. الو. ايه اهلا مسيو تفضل. ايه مساء الخير. اهلا. الو. مساء الخير. ايه اهلا. إيه. تفضل. مساء الخير. مساء النور تفضل. طاقة الظهر. مساء الخير. وصلت انا تحية مني من كل لبنان ممكن يصير لبنان. اهلا فيك. تفضل مسيو شو عندك؟ استاذ بك تسمعني على الاباري مش على التلفزيون؟ تعمل معروف بتوطي صوت التلفزيون عندك؟ مش الحال؟ عم تسمعني هلا؟ الو؟ ما بعرف اذا انقطع الخط. الو. ايه تفضل مسيو تفضل. ايه ستنا. نعم. انا من سكان المزرعه. نعم. اجوا من مدي كان نحن. الو. عم بسمعك تفضل. ايه اكيد تفضل. ايه اجوا من مدي كذا شهر قطعوا الزفت من الشارع كله من حدود مستشفى البربي لحدود مخفر البسطه. نعم. حطوا بدل الزفت بلوكات حجار. هلا البلوكات حجار مثلا مدي بسيطه كل هذا هززوا كل شو اسمه.
هلا بنمشي بالسياره، سياره يعني مثل ما بيقولوا كل شيء فينا بتحرك ميه. اكيد الحجار هيضل يحطوهم ما نفدوا، او اللي المتعهد ما سوى الطريق مثل ما لازم. بتمنى نعم. يجوا المتعهدين والمسؤولين ببلدية بيروت ويشوفوا الشارع، هذا الشارع الرئيسي، شوفوا شو بده، لكن هيدا من تاني وجديد، لكن هيدا الشارع بيروت. نعم بتذكرني الشارع، اي شارع منهم؟ نعم اي شارع؟ شارع النويري. نويري من مستشفى البربير هيدا الشارع. اوكي من مستشفى البير لحدود البسطة. اوكي نعم نحن رح نتابعها مع الاشغال بمدينة بيروت. يعني اجمالا لما بنشيل زفت حتى نفلج زفت، مش حتى نحط توفونو، وخصوصا بهذا الطقس. رح شوف شو قضيتها واكيد بنتابعها. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو 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 تفضلي. ايه مدام ريبيكا. نعم يعطيك العافيه. اهلا وحياتك. انا بدي احكيك بالنسبه للغرامات على كل شيء، ايه؟ كان على الميكانيك او نعم. على البلديه. نعم نعم عم بيطلبوا منا بهالدوله انه مكسورين، ما العالم نعم. كمان محروق دينا. لقلك شغله هلا ايه؟ لازم يعني يطلع بالجريده الرسميه الاعفاء على الغرامات 85-90%. انه لازم اذا البنوك بدها تطلع الغرامات. لا البنوك ما عفيتها، معلش شيخة تكون بين هلالين يعرفوا الناس انه يتاكدوا اذا عفتها ولا لا، بس هذا الموضوع لازم يطلع بالجريده الرسميه اللي ناطرينا هلا مفروض ان شاء الله بهيدي الجمعه، لانه تاخرت يعني لانه فخامه الرئيس ما مضي على الموازنه، نطر المهله الدستوريه تطلع بدون امضاء فخامه الرئيس بمهله دستوريه يمكن تتعدى 15 يوم، مفروض تكون خلصت هالمهله وتنزل بالجريده الرسميه هالاسبوع حتى وعلى ابعد تقدير الاسبوع المقبل، والا بيكون في مشكله يعني، لانه كل الناس ناطرتها حتى تستفيد من هال 90% تخفيض على الغرامات. اهلا وسهلا فيكي، كثار عم يسالوا على كل حال وناطرين هالشيء، وانا كتير بشجع خصوصا بهذه الظروف، بعرف انه لقمة العيش اهم، ولكن كمان الدولة بدها تمشي، في الموظفين في رواتبهم، في دولة بدها تمشي، يعني ما علينا حتى ما يترتب علينا بعدين وتصير تكبر تكتر العمال علينا ندفعه وما بعد نقدر ندفعه. من هيك اللي قادر يدفع يدفع، واكيد ان شاء الله كمان بتستفيدوا من 90% تخفيض على الغرامة. باخذ فاصل ومنتابع. تابع الحل عنا وبيخد اتصال جديد. ألو 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 أهلا مدام ربيك، يعطيك العافية. أهلا حبيبة قلبي، معك توني شار. توني شار. إيه أهلين. ليك قلبي بس سؤال واحد. نعم. إذا واحد مش دافع ماي سنتين إيه؟ له حق يجي يقطع الماي؟ سنتين إيه عم يقطع الماي إيه. بس إنه لقل لك شغلة ما رحت جربت هيك هلا نية السنة استثناء، قسطوا التعرفة السنوية على 4 دفعات، عرفت؟ قسطوها تالناس إذا ما قدرت تدفعها كاملة تقسطها على 4 دفعات بالسنة، ولكن إذا في سنين ماضية بتتقسط أو بده يندفع شيء، عرفت؟ هلا إذا قطعوا لك المي بدك تدفع لأنه شيء حتى يرجعوا يردوا لك المي، والمشكلة لما عم تنقطع المي بدك ترجع تقدم طلب من جديد لعيار وهيك، ان شاء الله ما يكونوا عم ياخذوها هلا نيه لانه هيك كانوا عم يعملوا. انت وين باي منطقه؟ انا حدك بالنقاش بالسجن. يعني انت تابع لمياه بيروت وجبل لبنان، يعني انا بتمنى بهالظروف الصعبه مراعاه شوي الناس اكثر بهذا الموضوع. ترك لي رقمك هلا بنرجع بنحكيك بنشوف اذا بنقدر نساعدك شيء بهذا الموضوع، اكيد ان شاء الله ما يكونوا شالوا العيار ان شاء الله. للاسف يعني ما بدي أقول الدولة بس بجبل لبنان، بدي أقول إنه هذه ظروف صعبة على الكل، اليوم في أولويات عند الناس، وضروري مثل ما قلت بالبداية إنه لازم ندفع ما علينا حتى ما تتراكم علينا، ولكن في ناس بتنتظر تقسيط من مال ولا تخفيض غرامة من مال ولا، لأنه كلنا بنعرف واقع الناس الأليم يلي عم يشتاد يوم عن يوم. من هيك مطلوب من الإدارات إذا بتقدر ترحم شوي هؤلاء الناس، تعطيهم فترات، ما رح نلغي يعني كل شيء بتعلق بدولة ما بيلتغى، ولكن ممكن انه يندفع على دفعات، وما نجي هلا نية نشيل عيارات من عند الناس ونقطع كهرباء هيك فجأة، لانه كلنا بنعرف شو عم بيعانوا الناس، يعني منا عايشين بعالم اخر.
باخذ اتصال تاني. الو. الو. اهلا. بونجور. بونجور. مدام ريبيكا. نعم. يعطيك العافيه. اهلين. لو سمحتي بدي احكي بموضوع المحلات بتحط حدايد. ايه. حد محلاتها من ضمنها جنزير. ايه. فهيدي عم تعمل مشكلة كتير للناس. مزبوط. وعم بيصير فيها أذى. وين عم تحكي؟ بأي منطقة حضرتك؟ بيروت في عندك المزرعة. مزبوط. منطقة حمد يعني وين ما عم نبرم كيف ما بنمشي فعم تعمل مشكلة 100%. هلا نعم 100%. تفضلي. ايه فالحقيقة انه يعني حصلت معنا بالعائلة ومع أصحابنا انه أنا من يومين كمان ماشية فتعركشت وقعت ركبت نعم يعني تأذت شوي بس الحمد لله ما رحنا للكسر انه الانسان يكسر نفسه. نعم. ايه. فما بعرف هيدي مسؤول عنها البلدية بيروت. لقلك شغلة بلدية. نعم. بيروت هو حتى من يومين حدا حكيني بهذا الموضوع برجع بقول صار في حملة ان فيها المحافظ مع قوى الأمنية وشالوا كل العوادم وكل الاشياء واساس انتظمت الامور لحقوا رجعوا على المحافظه وصلوا رجعوا حطوه. نحن اذا بدنا نساعد الدوله اكيد كل يوم بده يصير في مشكل. يا الدوله بدها تحسم امرها وما مش صيف وشتاء على سقف واحد تحصل على سطح واحد يعني ناس من غض النظر عنهم وناس من طبق القانون عنهم. لا بده يكون في قرار جازم يطال الجميع وتنشال كل هالامور يعني هيدي بدها قرار من بلدية بيروت المحافظة بدها يكون قرار حاسم وبالتالي إطال كل الشوارع بدون أي استثناء لأنه مثل ما عم بتقولي كل يوم عم بيصير في مشاكل ونحن بغنى عنها لأنه الناس من ناحية خلقة ضيق ومن ناحية تانية صار يعني قال شغل اليوم بيفتعلوا فيه مشكل ونحن بغنى عن هذا الموضوع كله. إن شاء الله يتخذ قرار جازم بهذا الأمر. نحن رح نوصله لمحافظ بيروت أكل حال. كمان اتصال بتحت وقع برايحة شغله وفالين وقع وكسر حاله. وين؟ عم تتكرر قدام. وين مدام؟ نعم. وين مدام وقع بأي منطقة؟ مش عارف ولا بالضبط بس عرفت إنه يومت أنا مش ساكن معنا خي مزوج المهم شو فيه قال ولا وقعت وضل يومين بالبيت مورا هالموضوع هيدا. لا على الأكيد نحن سلامتي يعني أصلا الأرصفة موجودة للمرة وكل بناية قدامها بده يكون في محل إذا كان في باركينج للسيارات وإذا لا ما فينا نسكر كل واحد قدام مكتبه وقدام بيته وقدام المحل تبعه وهيدا كله ممنوع بالقانون كله 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 ممنوع بالقانون كله مخالف القانون يعني لازم ترجع البلدية بيروت تعمل حملة تانية وتشيلهم وكل يلي بيرجع بحطه تغرمه. كمان اتصال. الو. تفضل مسيو. مرحبا. اهلا. يعطيك العافية. اهلين. فيز بس انا عندي شكوى صغيرة على ان انا قاعد بالربوة بشارع ستة. نعم. عنا مشكلتنا مشي 8 اشهر اجوا عملوا شغل على الطريق وشالوا قارمة الشارع رقم الشارع. نعم. من 8 اشهر قلنا لهم كذا مرة اوكي وبعد ما مين البلدية او مين اللي اشتغل مين اللي شال ال لا هو كونتراكتورز اجى عاملها بس نحن متعهد البلدية. نعم ايه احكي نعم. ايه بس نحن حكينا البلدية وقلنا لهم بس نعم. ما في شيء يعني صار القصة 8 اشهر شغلة يعني ماشي انه قارمة الشارع رقم 6 يجوا يعدوها محلها اذا اجى حدا اللي عملنا اللي يعرف الشارع 100% يعني رح نرجع نحكي مع البلدية قرمة شهوين ما هيك؟ نعم هي تبع لقرمة شهوين. أوكي أهلا وسهلا. مزبوط. أوكي. أهلا فيك. كمان اتصال. ألو. 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 يعني الناس لما بتترقم الشوارع بتترقم البنايات هيدي شغلة أساسية اليوم. صار في معنا حدا. ألو. الو ايه تفضلي. الو بونجور. بونجور يعطيك العافيه. اهلا فيك. بدي اقول لك حبيبتي انا هيك صار معي مشكله بسيطه. نعم قطع الخط ان شاء الله تلحقينا ما تنتهي الحلقه. باخذ اتصال اخر. الو صوره اليوم نشوفها سوا. الصورة هي فيديو صراحة هيدي على طريق شكة الرئيسية شوارع مضوية بنهار
وبتعرفوا أوتوستراد يعني إحنا بدنا إياها بالليل حتى ما يصير في حوادث، مش بالنهار مثل ما صاير. يعني هالإضاءة بالنهار على الطرقات الرئيسية بشوارع داخلية ولا أوتوسترادات، هيدا هدر للطاقة، ونحن المطلوب يكون بالليل ما يكون بالنهار كمان حتى ما يصير في حوادث بالليل. حبيت مرق هالفيديو اللي وصل لي، مشكورين يلي صوروه. هيدي طريق شكة الرئيسية، مثل ملاحظين كل الأضوية مضوية بالنهار. هيدي مسؤولية وزارة الأشغال كمان يعني أنها تنتبه لهذا الموضوع. هيدا هدر مثل ما بسميه، هدر هدر للطاقة. ويعطونا الكهرباء بالليل بنكون كتير منيح، خصوصا بالأنفاق، لأن الأنفاق بالنهار بدنا كهرباء. إيه، نلتقى بكرة، إلى اللقاء.